شكون اللي ربح في البيف بين بونسفلو ومورفي؟ اول حاجه بغيت نقول انني ما فان ديال خيبره فراسكم دري والله تاع عمري ما تفرجت في شي فيديو ديال الخيبره من غير واحد هو داك الاول ديال طلع لي في تويتر هذا ديال عبدو دو دو كيف تبعي ولكن ناضي ناضي انا في مينياتور شتو شكون اللي ربح في البيف بين بونسفلو ومورفي؟ اول حاجه بغيت نقول انني ما فان ديال حتى شي واحد فيهم كسبان اليوم بجوج ولكن فكره انني نقول فان على واحد فيهم هي فكره غلط. ثاني حاجه بغيت نقول انه هذا ماشي ريفيو وماشي رياكس ولكن شي كتسناني انني نبدا نحلل لك في النوطات اللي باينين بحال اللي كيديروا صحاب الرياكسيون صحاب الريفيو. طفل بسالة كيف كيف وانا تانات مجيدة يجي فراسك مجيدة يجي فراسك هذه ماشي هي البلاصة ديالك. اواخر 2017 لمرة اخرى كنقولوا لي الزمن الجميل في الراب المغربي سبع سنين دازت يوتي تايم اوتي شي واحد صحاب لي سبع بيتي فرحت اخي قلت يوتي دار العاقة العزف الشاط لا داروا العاقة دري في الشاط ما زال كنوي ولا واحد من اشهر البيفات في الراب المغربي يمكن حيتاش ما نجحتش شي بيف حسن منه بوز ضد المورفي بيف ربحنا منه سبعة ديال التراكات في سيمانة واحدة ماشي سبعة ديال السطوريات والدقان فيه هو فعلا البيف نقدر نقولوا بلي راه بدا بسبب تويت ولكن راه عمر هاد التويت هذا ما كان هو المحور الاساسي ديال البيف روابا اللي كيعطيو اهمية بوز فلو شنو قال لهم المورفي اللي جبدو بوز فلو ما تنقدرش نسمع عليه تنحس براسي بحالي لا راني ضد لاكارت ناسيونال ديالي وكنشوف صورتي هذا التبويق اش قالت لي يكتب يمين الجاكيت اللي كتجي كنقول تيسقو عندها صداي فليسر هادي ما فهمتهاش هادي زعما بغا يبان عام صدق انا ما فهمنا والو كيفاش زعما هاد الجاكيت اللي كتجيني ناضيه وصداي فليسر صعيب نفهم هادشي خصني صات نشرب الروج اساسي ديال البيف روابا اللي كيعطيو اهميه للكتبه قلال بزاف في حين ان الاغلبيه كيركزوا على اللوك على الميديا وبزاف د الحوايج اخرين شكليه واللي حتى هما حوايج مهمين باش ما تفهمونيش غلط وخصوصا هادشي كان في 2017 يعني فكره انك كتكتب مزيان كتحطك مع واحد خمسه ولا سته روابا اللي كانوا في المغرب والمورفين وبوز جوج منهم بوز بدا البيف كمتمرد كيعترف بالمورفين كانفليونس كبير كراسي البيك عقلتو الدراري على بوز باش كان كراسي البيك كيقول ليه الطبوز غادي نفرقعها انايا اوفر دوز بوزو حنايا بال 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 لا بوز فرو الدراري ديالنا حنايا اون طونك فنانه يعني نخرجوا ليها ديريكت والله العظيم يا قدعك شتا صات بوز فلو بان ديفلوبمون ديالو شتي دابا ولا ناضي ولا بنادم كيتمزك ليه ولا من احسن روابا في المغرب شحال هادي شوكي كان يعني تيبان لك التطور صراحه المورفين عمري ما سمعت التراك ديالو خاري وواحد واعر كنسمع نفس النيفو مش حال هادي تيبقى فين ماشي زعما حيت راه ما زعما فان ديالهم بجوج كيعجبوني بجوج انا عمري في حياتي ما تلقاني كنقول لك هذا احسن من هذا هذا احسن من هذا هذا كذا اي كاين هذا احسن من هذا ولكن زعما باش نكون ندخل في ذاك الجروبات اللي كيعبدوا الرابور كيبقاو يدافعوا عليه ولا فرعوا في البيف والله والراي ديالو والله والراي ديالو يا مونديال يا جلوبال يا في العالم يا في امريكان فهمتي في اي نوع ديال في اي فن ماشي غير راب وفي الكوره وفي الموسيقى في اي حاجه في اي حاجه ما خصش يكون العصبيه القبليه صح حيت هادشي اللي بغاو منك بغاوك تبقى تعصب فهمتي وتكون مطايفات وتشد واحد حيليه توني الحرب وتخلقوا تصغروا لي كومينوتي دوينا على في ستريم الدراري والبارح تريبا صاحبي بقاو يجمعوا صات لي كومينوتي وكيكونوا معصبين على بعض ياشو علاش حيت عندهم اختلاف ديال الذوق سواء في الفن سواء في الكوره سواء في الرياضه سواء في الموسيقى يلا ماشي 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 فكره غبيه هذه صح يا سمعني الطبوز على وجه كازا غنفرقعها اوفر دوز المهم ماشي الهضره التراك هذا عالم المهم ستشوفوا دابا التراك له علاقه بالتراك الاخر ديال البوز فهمتي اطلقهم بجوج تلاحظ الفرق فهمتي كاين ديفلوبمون بالراجل زوينه القضيه كيقول لانه ود المورفين ولكن الهدف هو انه يتجاوز الشخص اللي انسبيره كيف ما الواحد يقدر يشوف بلي المورفين راه كيعترف به في هذيك التويت الاصليه وكيلعب في التراكات اللي لاح على اساس انه باغي يحافظ على ستاتيو ديالو في الراب وما يكونش مجرد مساحته خاصك عمري ما شفت الكليب الرسميه اللي كتبان غير في الكومونتيرات فيسبوك ديال ورا الراب مشى هي ما تعاود الليل وكذاك تقدر تجيكم الهضره في شكل ولكن المورفين في جويه 2014 راه ما كانش هو المورفين ديال دابا المورفين اللي كيطلع في الليست ديال التوب 10 ديال سبوتيفاي مثلا وديال التوجه ديال الراب ديك الساعات الراب اللي كيدوز في التلفازه بشرط انه يتمسخ في ميديا ان تي في مع السبعه ديال العشيه مسلم هو يقول ان الاغنيه يعني لديها جمهور ولكن يجب ان تكون خاضعه للمقاييس وهذا اللي يتنافى مع الراب اليس كذلك المورفين كان ضد هادشي بس غنقول لك اخاوه ما عرفتش الاسم ديالو بدا كيولي حصر على واحد الطبقه ديال المستمعين غادي يسميو راسهم من بعد المراف في حين انه في نفس الوقت كيبانو بزاف اللي بحالو ومنهم بوزفلو اللي كان غادي في خط تصاعدي وهكا لقينا جوج فيديو ناضي ديال بوز كيشرح لي ريكس ديال واحد التراك نسيت شنو سميتو واقع على السايكيديليك شي لعيبه المهم واحد التراك مجذوب
واعر هذا الفيديو صراحه دريب. دي الناس جوج ديال الروابه بمبادئ متشابهه، غا هو واحد فيهم كيقول ما تنقلش مني والاخر كيقول اصلا غادي نفوت. اول تراك غادي يكون في البيف هو بير نويل. ما كانش يحسبني في الدمبوري اما كاع ما نحفظ. من اول تراكات غادي يبان لينا بلي الهدف الوحيد هو شكون اللي غادي يفوت الاخر في السكيلز. كل واحد فيهم كان كيقلب على شي غفوه ولا شي ثغره في شي قوم، حتى شي حاجه ما تخادت خارج الكونتكست ديالها، حتى شي واحد ما بدا كيعير الاخر بالعائله ديالو، حتى شي واحد ما بغى يسلخ ولا يخطف الاخر. لا دول مهم داكشي ديك اللعبه ديال التلاليه في الكتكوت عرفتي كيقلب عليه ديال البنت المورفين عرفتي كيقلب عليه قال ليه بوز في التراك اللي قبل الله اللي في الكتكوت ما تبغيش تشوفك هكا زعما المهدي زعما زعما راه شيرو ويقول له مورفين شنو قال ليه قال لك كتكوت اختك برونونس احسن فادي ما عندي ما ندير لك لان خاص دوي فرونسي زعما اختك بنتي زعما واو خلوه المالي. كان بين انه بوست فلو بدا خاسر من ناحيه ديال عيط لي عيط لي الاول الكتكوت من بعد قلب عليه قال لي الكتكوت اختك يعني انت ولدي واعرف صاد المورفين السمار لانه تلميذ ولكن ما كانش كيفاش داك الافكار الواعرين راه يقدروا. المهم باش تفليبي بي شي حاجه قالها لك شي واحد راه صعيبه ولكن اللي صعب هو تحطها في التكست الصاد حطها في التراك صور هذه يقولها الا ما كانش هو اللي باغي يبدا هو اللي ديال اي واحد ماشي صعيبه ولا سهله ولا متوسطه ولا ماشي ديال اي واحد ماشي اي واحد كيقدر يدير هذه اللعبه فهمتي. الصورة ديال كلشي ساجت المورفين الا هو ان المورفين هو ستاج الاخر ديال شي لعبه اللي بوست فلو هو اللي غادي يربح. هاد المقود راه مسلي صنعتيه ودرت المانيطا. الناس يقدروا يختلفوا في واش انك تعطي نقاط ضعف ديالك السياسه مسلكك ولا لا، ولكن راه كلشي كيبغي القصص ديال النجاح والاندر دوغ. ما كنبغيوش اننا نشجعوا ابطال مثاليين، بل اننا كنبغيو نشجعوا ابطال اللي كيعترفوا بالنواقص والعيوب. يا 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 زوين زوين بوز في هاد اللعبه هذا ديالو بحال امينيم في القصه ديال 8 مايل وبوز راه فاهم هادشي. اه ستان هادشي ما منعش المورفين من انه يستسخر الخصم ديالو في ريفيرونس للتراك ديال ام ان ام نيت. مورفين كيقول في ستان باللي بوز نسخه منه، واش هادشي ضمنيا اعتراف بالقدرات ديال بوز؟ اه، ولكن هو كيفضل رابر ناقص بالسيل ديالو على نسخه طبق الاصل من المورفين. قلبات مورفين ومنها نبان على الخوت ذكي تاي كونسيكونس دو مورفو رابر مارتون بلونكو تلمون صغير نقدر نراوغ في علبه الكبريت نيك من 2004 اللي دار بحالي ما تربنيش. واش بوز والمورفين نسخه طبق الاصل اصلا؟ كل واحد وشنو كيبان ليه. على العموم بوز والمورفين ديال دابا مختلفين تماما. الو بوز المورفين خصهم يعاودو تبيفه والدراري ولكن صافي الحلاوه ديال البيفيه مره واحده ياك. ولكن صراحه شي بيف دابا الدراري بهذا المايند سيت بهذا الاذن الموسيقيه اللي دابا كاينه وهذا النوليدج اللي كاين صراحه حيت النوليدج ما كانش بزاف في الراب المغربي بحال هذه كانش عند كلشي دابا صات متاح على بعضيات. وهذا البيف هذا يقدر يكون من الاسباب علاش، ولكن بوز ديال الحالفين راه كان يلاه كيكون ايدونتيتي ديالو والمورفين راه كان كيدوي مع هاد النسخه هذه ديال بوز. كضحكات خالد تيحطها فوضيل تسمي ديالك ديك اللعبه باش كانوا سولوا داك فوضيل كيفاش لا كتحط الضحكات خالد دكا واحد الرابور شكون داك الميديا اللي قالوها بلاتي بلاتي هاي هاي ما سمعتش واحد الرابور مغربي سميتو المورفين قال بلي كضحكات خالد تيحطها كضحكات خالد تيحطها فوضيل يعني انت كتقلب خالد نجاوب على هاد الجواب انا جيت هنا باش نفرح مع الجمهور فوالا معليش والسنوات هو باغي الباز معليش باغي الباز مورفين باغي الباز حيت جبد فوضيل انا بديت معاك انت عندي 17 عام على ما صافي فرا كيدير بحال الضحكه ديال خالد يبقي تري كضحكات خالد تيحطها فوضيل تسمي ديالك ديك اللعبه باش على ما صافي ضحكات خالد كيحاول والله حتى ريفيرونس بزاف واو برو صافي نساو نساو انا نسمع عليك. ورا التراك ديال المورفين بوز كان خاصو يطلع النيف اللعيبه ديال نقولوا داكشي اللي غيجبد المورفين ما بقاتش مسلك وداكشي ديال الاحترام المتبادل قليل فين كيصدق في الراب بحال في جاي كولد كذلك. يعني هنا بوز كان خاصو يهضر كواحد في الدومين واحد اللي عنده المكانه ديالو ماشي كلاعب صاعد ولا لاعب هاوي وهذا الشيء اللي دار بوز فلو في ديسك ديال لويز.
خربق لك السباق غنديروا الريفوليشن غنبدل لك الرايه بديك اللي فيها اللوان بزاف. لونغل ديال التمرد مازال خدام، ولكن هاد المره ما مسخرش من راسه. العكس، انت بغيتي قهوه انا غناخذ لويزا ضد الطفل. المريض العرض عليه قهوه طلب اللويزا. بنفس المبدا ديال باتمان والجوكر ولا مجيد وميل، وهذا الشيء اللي تمعنا فيه راه حتى هو في احترام متبادل، ولكن هاد المره كان ضمني اكثر. هاد المره احنا كنتشابهوا، ولكن انا راه احسن منك. والسبب الوحيد علاش انت انفلونس هو انه واحد كبر من الاخر في العمر. بجوج ناسيم وحده غير انا معبر على الايفون ونسى على نوكيا دبيل. يعني بالنسبه ليا الديسك ديال لويزا كنعتبره من الجهه ديال البوس فلو احسن ديسك في الكلاشات ديال البوس فلو. وكيف ما لويزا كانت كوبلي واحد، المورفين حتى هو غادي يجاوب في كوبلي واحد. اطار دقه فيا ودقه فيك في التراك ديال جوج على ثلاثه اللي كيحمل فكره انه مع المورفين. وخا المورفين معاه في البيف صراحه مشى بواحد القوانين اللي محترم عليا بزوج. زاج تدي الراونز تراك يحاول يجرب بوز الفكره ديال التراك الاول، واخا حاول تبين لك قد بحال شي غلط درتيه 3 سنين وباقيين 10 انا كيطلعوا عليك به. راه الفلو جديد ولي ميتافور جداد، ولكن الفكره واضحه. واخا توصل في ما وصلتي يا بوز فلو غادي تبقى ولدي. كيفاش وعلاش هاد الحكره حيت نسايا سحلتي الشفره؟ كاين واش مقبوله انك تجبد داكشي اللي قديم في البيف؟ الراب معروف عليه راه ما كينسى والو، ولكن راه كلشي كيبقى نسبي او ثاني. واش مقبوله انك تنوض وتكلاشي طوطو بانه كان غا كيبان في الكليبات وانه كان غا كيتسخر الحليوه؟ حاليا لا، حيت هذا الكلاش ما بقى عنده حتى شي اساس 2024. ولكن في هذه الحاله ديال بوز راه كانت بقى ما دازت عليها حتى شي شهر كامل. بوز غادي يجاوب بلوموندارا كريفيرونس للشخصيه اللي كانت في الفيلم ديال ايرون مان 3 وكان مجرد ممثل كضعيف اللي هو زعيم عصابه. رساله من وراء العنوان باينه، ولكن ما عرفتش علاش في الكلمات كيرجع عاوتاني بوز فلو للمود ديال اندر دو من وراء ما حاول انه يثبت العكس. ممكن المورفين انه يكون نجح وجروا لذاك الاتجاه عاوتاني بجوج على ثلاثه وطيحوا بكل صراحه في الفخ. بلا ما نبقاو نتناقرو بوز ما خاسر والو، انت اللي صعيب عليك البلان معروفه عليك الصلابه. علاش غادي تقول باللي راه انت ما خاسر والو وباللي راه المورفين هو اللي عندهم يخسر؟ وغترجع عاوتاني للحكايه ديال انه راه انا اللي كنت في القصر ديالك وانا هو التلميذ المتمرد. التراك هذا كان غادي يكون في محله كون بوز فلو كمل في ديك لونغ، ولكن بسبب لاغريسيفيتي اللي شفنا في لويزا التراك كيبان بحال كتبو الركراكي. وكنشوفو باللي بوز فلو غادي ياخذ ايطاب اللور في القصه اللي كاينه في هذيك، حيت انه بدا في الاول كمتمرد. الديسك ديال لويزا كيبان انه خد الباور كليا، ولكن في الديسك ديال هوموندارا كنشوفو ان بوس فلو كيرجع مره اخرى كياخذ ستاتيو ديال الاليف وستاتيو ديال المتعلم. والمورفين غادي يختم البيف من جهه ديالو بالتراك ديال راوند 3 اللي كنلاحظوا فيه بكل صراحه تسلسل جميل في الافكار. المورفين ديال ستان هو ديال راوند 3، وهذا الشيء بصح كيؤدي لتكرار الافكار، ولكن في الراب المهم هو طريقه التعبير. تقول جون كلود فان دام في الدوبل امباكت، حاسب راسي في هذا الفيلم بحال مثل جوج الادوار. المورفين كيزيد يتعمق في الفكره ديال بوز النسخه بريمات جداد، كيزيد يقول ليه باللي انت ما كتعرفنيش اصلا باش تقول عليا ماذي ولا تجبد بنتي. كتبان باللي المورفين خرج اخر ما عنده في الافكار، والدليل اصلا هو التاكيد ديالو على فكره ديال ثلاثه ديال الراوندز. صراحه هاد القضيه ما كتعجبنيش بزاف، حيت بالنسبه ليا ماشي الرابور اللي كيقول ها فين وها امتى غادي يسالي البيف، والا ما كناش غادي نحتاجوا البيبليك انه يحب. حتى بوز فلو غادي يدير نفس القضيه في التراك ديال تاتش داون اللي مسمي على اساس ان هذه هي النهايه وصافي راه سالو. بطبيعه الحال تلوح انت الاخر ماشي دليل على انك ربحتي، وكما قلنا في الفيديو ديال القسم. الصراحه كون تاتش داون تلاح بلاصه لوموندارا كان من الممكن اننا نشوفوا بيف مغاير تماما، حيت ان بوصلو كيرجع انه يدوي منافس وماشي كتلميذ. كون كنت مسمي هاد العشب بيف ما نسميكش بروف، تنسميك بسميتك باش عادي يعرفوك صحابي. نسمي المورفو بريم نهار نولي تنقمقم في الدياسك بحال شي فقيه تلفت ليه الايه وتايستغفر. اما الفلو والتكنيك ديجا لعبت الفاست حبي، نتحداك تلعب صاحبي. دابا هادي ما كتقال لو دازا لعبت الفاست حبي راه كيدوي بحالي باش فكنت في السادس. والله ما لحبك كنبقى نقول ما لحبك عز حبي وات. كيرفض فكره المورفو بريم، وهنا فين حبست القضيه. يعني بالنسبه ليا كان بيف تاريخي، بيف فيه بزاف ديال لي ميتافور ناضين، بيف فيه بزاف ديال التقصرنا. من المؤاخذه الوحيده اللي كانت عندي هو الطريقه اللي حاول انه يجرب بها بوز فلو القصه بين التراك ديال لويزا والتراك ديال لوموندارا. انا ماشي هنا باش نقول لك هالرابح وهالخاسر، الا بغيتي هذا الشيء سير عند صابيري وصحاب. ولا قلت لك الرابح هو الجمهور، راه بحال خرجت في 2013 وقلت لك راه مول القهوه اللي كيربح في الكلاسيك. اللي بغيت نوضح هو انه الا كان هذا البيف باقي كيتجبد على لسان اي فرق. لا شكون اللي في نظركم شو ما ربح دراك؟ اكتبوا لي كاملين في الشات دابا.
بوز ولا مورفين شكون يربح في هذا البيف؟ موندي للراب راه ماشي غا هكاك، علاش حتى شي حد ما كيدوي على البيف بين وينزا والديب وخا البيف ديالهم ما داش عليه بزاف؟ والسبب هو كيفاش الاساس كان هو الموسيقى، وكلاشات كاملين كانوا في اطار الموسيقى والمكانه ديال كل واحد فيهم في الراب، ماشي على قبل فولو ولا انت قصير ولا انت غبي. هذا بيف كيوضح الاساسيات ديال الراب في كونتكست مغربي، يقدر يقرا عليه اي واحد يلاه دخل الراب المغربي كرابور ولا متتبع. بالنسبه ليا غادي يبقى هذا البيف ريفيرونس لاي كلاش، ريفيرونس لاي ديستراك. من بعد ما دوينا على البيف بين بوز فلو والمورفين واللي كما قلت خاصو يكون ريفيرونس لاي رابور جديد، هنا فين غادي تجي الفقره فين غادي نهضروا على روابا. كما قلت لكم الرابور الاول اللي غادي نهضروا عليه هو زينو دكو، عندكم ما غاديش نهضروا غير على روابا فقط يا خاي زينو دكو وشباب باص كيحط سامبل مغرب فلاشين طمطم واه الايميل ديالي والديامز ديالي محلولين لاي راكم تاكدوا من الدراري اللي تواصلوا معايا انني كنت دائما وعلى قدر الامكان كنحاول انني نسمع شكون يربح علاش ما قالش كل شيء وانني نتفاعل مع كل شيء. شكرا لكم مره اخرى على الثقه ديالكم بينا خير خيبه صحابي غادي يقول راي ديالو انا كيعجبني اليوتيوبر يقول راي